السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام الطالبان علي وقمر بعمل الواجب الذي طلبته منهم عن أهمية اللغة العربية والإبداع الرقمي، حيقاموا تحويل القصة التقليدية عن الأرنب والسلحفاة بعد قراءتها إلى قصة رقمية. سأقوم بعرض عليكم، أرجو أن تنال إعجابكم وتستفيدوا من خبراته. قصة الأرنب والسلحفاة. كان في غابة يعيش أرنب مغرور. في طريقه صادف سلحفاة تمشي ببطء شديد، فسخر منها وقال: تتصلين بهذه السرعة صباح غد؟ ها 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 ها. فتردت الأرنب عجلتي بالندامة وتأمل السلام. فغضب الأرنب وتحداها سباقا على شجرة كبيرة. عند بدء السباق قفز الأرنب والسهم، والسلحفاة تمشي ببطء جديد. فوسط الطريق قرر الأرنب ينام تحت الشجرة. غطى الأرنب بنومه العميق وسبقته السلحفاة. فشل الأرنب بسبب غروره في باقية الحيوانات. العبرة من قصة عدم السخرية والآخرين.